السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم انا بويس كان تبعت بعض الاحداث بين البارح واليوم، انا شفت دي شوز هكذا، هذو لي شوز مون انتيري لانتونسيون، يزو انتيري مون انتونسيون، فوالا. دونك شفت الناس راهي تحمست لقانونين، ولهذيك يعني راني درت لكم هذه لا بتيت فيديو اللي ما ديباسيش بوتيتر واحد 4 ولا 5 مينوت، باه نقدر نعطيكم بعض المعلومات وباه ما تطيحوش في لي بياج. واليوم انا نشرح لكم قانونين بصفه ملخصه، وبروشامون نديرها لكم بالتحديد. دونك هذو هما القوانين. قالوا انتم ما كنت بوزيو لي بزاف دي كيسيون على قانون 30 3 ولا قانون 30 2، ما شفتش واش القانون هذاك، ولكن راكم تبوزيو لي ما تدور. راهي خرجت لوبسيون تاع الجزائريين المولودين قبل الاستقلال وقانون المساواه هما والفرنسيين، ولكن انا راح نوضح لكم بكل بساطه هذان القانونين، بالعربية القانونين. دونك فيما يخص القانون 30 3 ولا قانون 30 2، من المهم القانون 30 3 واللي راه يقول باللي الناس كاع اللي ما طلبتش الجنسية الفرنسية وفات 30 50 عام على الاستقلال، اليوم ما عندهمش الحق باه يطالبوا بالجنسية الفرنسية، لأنهم القانون هذا خرج في 2012. انا شخصيا درت دواسه من 2012 و2015 كي كنت في بجايه في الجزائر، وجبت جامي نهار رجعوا لي رساله وقالوا لي بلي السيد هذا ما يستفيدش من القانون لانه فاتوا 50 سنه. هذه جامي سمعتها اونتر 2012 و2015 كان ينطبق هذا القانون على بعض الدول، و 2015 و 2017 هنا في رونا كنا نخدمو جامي نهار ثاني عطاولنا الكا كيما روفي سويت اون تيل ديسيزيون كيما هادي على القانون بارابور القانون هذا. ولكن مع كي حليت لاباج تاع فيسبوك ظهر بلي حقيقة كاين شي ناس بعثوا لهم القوانين طبقوا عليهم هذا القانون، رغم ان هذا القانون ما يعنيش الجزائريين. دونك بكل صراحة باه ما نكذبش عليكم ونقول لكم لا لا القانون هذا وانا نعرف له ولا لا لا انا ما شفتوش، لكن الحمد لله الخبرة هي اللي خلاتني نفهمه في اسرع وقت. كي شفته طليت على القانون هذا وخذيت بعين الاعتبار كاين شخص بعث لي وقال لي صح راهم طبقوا القانون هذا على ولادي، وبعث لي لي بروف، بعث لي الدليل، عطى لي قرار وراهم طبقوا هذا القانون، وسقسيت وتأكدت راهم طبقوه على حوالي 30 15 20 30 شخص لا اكثر. انا شخصيا حسب الخبره تاعي تم تطبيق القانون هذا عليكم، لانه بكل بساطه طريقه وشاك فوا نقول لكم ونفهم لكم لا فاسون كومون بريباري ريديجي فوتر دوسي يلعب دور كبير، سواء لوبجي ولا طريقه تاع لا ريكلاماسيون كيما الكونتوني دو فوتر روكيت، كيفاه على اي اساس، باسكو اون روكيت مبنيه على كيما الحاله الوقائعه كاين بزاف حوايج تبنى عليها. ولذلك اظن ان طريقه تاع المطالبه بالجنسيه كيفتوا القضيه تاعكم نفس التكييف تاع بعض الدول اللي يتم تطبيق عليها هذا القانون، وانتم لا عطيتوا لهم لوكازيون باه يطبقوا عليكم القانون. ولكن انا شخصيا وبصفتي تسمى مختص في هذه القوانين شفت هذا القانون 5 5 شير بلس ضحكت على باسكو حتى واذا كان طبقوا عليك القانون هذا وحتى اذا كان طبقوه كاين ثغرة قانونية بسيطة جدا تستعملها ويتم رفع هذا القانون، يعني ثغرة في القانون اللي تعطيك الحق به يتم إسقاط هذا القانون على الوضعية تاعك. وهذا القانون راهم طبقوه على بعض الناس اللي عندهم كما يقولوا كانوا يستفيدوا من القانون المحلي والأباء تاعهم داروا لا ريكوليتيف، وهذو هما تسمى لا بليبار اللي شفتهم نفس القضية. ولكن كاين ثغرة قانونية بسيطة، و ديرنيرمون كي درت لا فيديو على هذيك الشبكه كاين واحد الانسان دار كان اللي كان يهضر القانون 30 3 القانون 30 3، ومن بعد واحد الاخ كشفوا درنا لا فوتو تاع لا ديسكسيون بيناتهم، قالوا القانون 30 3 صح ينطبق ولكن بلافوكا تقدر تنحيها. انا نعطيكم الثغره القانونيه بسيطه وبكل بساطه، تربحوا فيها 3000 يورو، ما تخلصوش لافوكا، تخدموها وحدكم سهله سهله مهله كاع، يعني ما تتقلقوش من هذا راه وعد مني نعطيها لكم في اسرع وقت في مده 3 ايام ولا 4 ايام، بالك غدوه الصباح ولا العشيه لا عندي الوقت ندير لكم لا فيديو ونعطيكم القانون اللي يسقط هذا القانون. كما قانون كاين واحد قانون اللي تستعملوا حيله
حيلة ضد السلطات الفرنسية ويستعمل واحد القانون معاه ويتم إسقاط القانون بكل سهولة. أني نقولها ونعاودها، نعطيكم ثغرة في القانون تقومون كما يقولوا بتكييف، إعادة تكييف الملف تاعكم بكل بساطة، وبكل بساطة جدا يتم إسقاط هذه المادة على الملف تاعك. أما النقطة الثانية اللي حبيت نهضر فيها اللي هي متى ذو، راه يقول لك داروا بيبي، أنا ما طلعتش على الجورنال الوصاري في الجزائر، سوا ديزون في جريدة الشروق، جريدة الشروق هذه ديما هكذا دير، ما تبعدوش عليها. على أنا نهضر على لا دوزيام، هذا القانون الثاني، الجزائريين المولودين قبل الاستقلال. أنا درت استقلال، مي نورمالمون نديرو قبل الاستقلال هنا، سي با غراف، ليسونسيال الهدف هو أنكم تفهموا. هذا القانون يا خوتي فرنسا لازم تفهموا باللي سياسة، وتفهموا باللي العلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا تلعب دور كبير مباشرة على الجنسية الفرنسية. يعني إذا كانت العلاقات ملاح ففرنسا لا تستعمل كما يقولوا هذا كورقة ضد السلطات الجزائرية، ولكن إذا كان العلاقات عيانين ففرنسا تستعمل جميع النقاط وجميع نقاط القوة تاعها به تقوم بإرضاء السلطات الجزائرية، وتقوم الجزائريين به الجزائريين السلطات الجزائرية تستجيب لمطالب فرنسا. ريسامون لا شفتو ما عداش بزاف مع أزمة التفاح، والجزائر رفضت تستورد التفاح من هنا من فرنسا. خر فرنسا واش دارت لنا؟ دارت القانون هذا بعد، ودارته في 2016 سوا ديزون باللي فرنسا راهي قررت باه تمنح الجنسيه الفرنسيه بالنسبه للجزائريين المولودين بالجزائر. وكان جاو يطبقوا هذا القانون، وكان كاع الجزائر تولي فرنسا، ما كان لا فرنسا، ما كان لا تجيو من الجزائر لهنا لفرنسا، وانما احنا اللي نهبطوا الجزائر، باسكو كاع ما كانش الجزائري ما زادش قبل الاستقلال حاجه باينه، ولكن يتم استعمالها كنقطه باه يضربوا كما يقولوا يضربوا سلطات استقرار امن وسلطه الجزائر. والدليل روحوا للقانون تاع 2016، دارت قال لك راهم تم تقرير، تم هو عباره عن مشروع، يديروا لك مشروع من بعد يفوتوه المجلس الشيوخ هنا في فرنسا وباه يصدقوا عليه. و2016 صار نفس، داروا نفس القانون وقال لك خلاص السلطات الفرنسية قررت منح الجنسية للجزائريين المولودين نسبة إلى كما يقولوا قانون المساواة بين الجزائريين والفرنسيين. ولكن بعد أسبوع داروا مجلس الشيوخ يتم الرجوع على قراره، ولم يقوم ب تسمى ما كما يقولوا ما قامش ب كومون دي سا بالتصديق على هذا القانون بكل بساطة. علاه؟ باسكو فرنسا جبدت هذه الورقة وتصبغوا باللي السلطات الجزائرية استجبوا للمطالب تاع الفرنسية، ولذلك بعد أسبوع سي نورمال كي يديروا واش يسحقوا يزيدوا يعاودوا يسحبوا هذا القانون بكل سهولة، لأنه هذا عبارة عن مشروع. واللي يقول لكم، وكاين راني شفت ديباج يقول لكم مبروك عليكم مبروك عليكم، ما راهم يجبدوا لكم، لا راح ياكلوا لكم دراهم، هذا ما كان. ولذلك انا نقول لكم ما تسرعوش، هذا عباره عن مشروع يا سيدي. يا سيدي ما داروش دوميسا اول مره يديروها، سيدي نقولوا اول مره. احنا واش لازم نديروا؟ لازم نكونوا واعيين، واحنا الهدف من لاباج تاعنا والنش نتاعها هي التوعيه، نصبروا حتى نشوفوا لابليكاسيون، هل هذا القانون تم تطبيقه على الميدان ولا بقى غير مشروع. وانا نقول ثاني الجرائد الجزائريه هذه اللي راهي تدير مقالات تغلط، انا بور مو راهي تغلط في الشعب، باسكو هذه معلومات خاطئه. ولانه صح هما في الجورناليست يقول لك مشروع، يعني شفت قريت ديجا ان ارتيكل يقول لك مشروع القانون، ولكن نتمنى من الصحفيين الجزائريين كي يديروا مقال يزيدوا يفهموا الناس تري تري بيان، ويقولوا لهم هذا عباره عن مشروع ولم يتم تطبيقه بعد، وحنا رانا في انتظار اسكو راه راح يطبق ولا لا لا. وهذا المشروع احنا خذيناه بعين الاعتبار، رغم اني متاكد باللي بعد اسبوع ولا اسبوعين سيتم سحبه، اني متاكد، ولكن احنا ما سبقوش للاحداث، نصبروا حتى نشوفوا اسكو كاين لابليكاسيون. وانا متاكد بلي على اسبوع ندير لكم لابروف بلي، ونفس الشيء اللي راهي صار في هذه القوانين الجنسيه راه سايره في الفيزا.
اذا كان شفتوا الفيزا كاين الناس الاف الفيزا، الناس الجزائريين يجيو لنا لفرنسا بكل سهوله ويهبطوا للجزائر، عندهم دي فيزا سيركيلاسيون البلو نورمال دي موند. طون زون طون الناس هذو اللي جاوا 10 خطرات 20 خطره يعطيو لهم الرفض ويبداو يمدوا الرفض للجميع. وعلاه راهم يمدوا الرفض للجميع؟ لانه بكل سهوله، لان بكل سهوله ولكن بسهوله، لانهم الهدف تاعهم يضربوا استقرار الجزائر من خلال الضغط على السلطة الجزائرية، ويستعملوا طلبات الجنسية ويستعملوا طلبات الفيزا كحجة كأوراق للضغط. هذا ما كان، ولازم تكونوا واعيين وتوقفوا مع الجزائر في هذا الأوقات كما يقولوا دون دي مومون باغي كما هذا. لازم الواحد يكون وطني، ما يتسرعش وياخذ قرارات ويقول كرام زيرونا، يزير على روحه وقت ما يكتب المكتوب تجي إن شاء الله لنا فرنسا. ولكن اذا كان فما كان لهنا ما كان ساسيراليا نهضر على السياسه، واعطيتكم لمحه باللي السياسه عندها دور كبير سواء في الفيزا ولا في قوانين الجنسيه. ولازم تعرفوا اذا كان راهم يرجعوا بكل كما يقولوا نورم لو بلو نورمال دي موند، ما تسمى راهي الاوضاع راهي مليحه. واذا كان لقيتو يرميو لكم دواسه تاع الجنسيه، واحد يقولوا له قانون 30-3، واحد يقولوا كاين الناس عطاو لهم، باسكو دوك كي نشرح قانون 30-3 هذا ندير له فيديو سبيسيال نعطيكم دي ريبونس يحبس راسك. كاين 2015 الناس رجعوا لهم كي كانت الاوضاع ماشي مليحه، رجعوا لهم مصلحه الجنسيه هذيك المختصه، هذيك المختصه. نتمنى اني وصلت لكم معلومات، ما كنا ندخلوا في امور واحد اخرين باسكو هذه لا فيديو درتها فيت في جوست باه نخبر لكم على نعاود نسيت واش كنت نهضر. قلت لكم فيما يخص قانون 30-3 في 2015 كانت الاوضاع ما كانتش مليحه مع فرنسا، وكاين ناس جزائريين اللي داروا ملف طلب الجنسيه لشاتو دي رونتي، باسكو شاتو دي رونتي هو اللي يمكن مكلف حاليا بدراسه الملفات للاشخاص المولودين خارج التراب الفرنسي. رجعوا له قالوا له نوت سيرفيس ني با كونسيرني بار فوتر دوموند. سبحان الله، 2005 اللي داروا قرار باللي مصلحه الجنسيه شاتو دي رونتي سيرفيس ناسيونال شاتو دي رونتي هي اللي مكلفه بدراسه الملفات المتعلقه بجميع الاشخاص المولودين خارج تراب فرنسا. هو كي دار لا دوموند رجعوا له قالوا له المصلحه تاعنا ماهيش مختصه، يعني باكلي وبرك. وفي لا فيديو اللي راهي جايه نعطيكم بالتحديد وبالدليل وتشوفوا باللي السياسه تلعب دور، يعني طون زون طون يرميو لك دوسي هكذا او بيف على اساس قانون ما عنده لا علاقه بالقضيه تاعك وما عنده لا علاقه. ولذلك لازم تعرف كيفاه تكيف الملفات، تعرفوا كيفاه تكيفوا الملفات. هذا ما كان. اعطيكم الصحه بروشيام ان شاء الله.